السلام عليكم ومرحبكم معنا في برص حول التماثل المركزي اللي غنشوفو فيه ممثلة نقطة بالنسبة للقطعة، ممثلة نقط مستقيمية يعني أكثر من نقطتين، ممثلة مستقيم كيفاش كنديرو لها، كذلك قطعة بالنسبة للزاوية وكذلك بالنسبة للدائرة. إلا خدينا واحد القطعة أ بريم، أرسم واحد القطعة تقريبا بهذا الشكل، هنا أ هنا أ بريم، وعندنا بحيث عندنا واحد النقطة سميتها أو، هنا النقطة أو النقطة أو اللي هي منتصف القطعة، أو منتصف القطعة أ بريم، دونك أو منتصف القطعة أ بريم، دونك المسافة من هنا المسافة من هنا لهنا كتساوي المسافة من هنا لهنا. اش كنقولو؟ كنقولو في هذه الحالة كنسميو أ بريم كتسمى مماثلة نقطة أ بالنسبة للنقطة أو. بالنسبة للنقطة أو، أو كنسميوها بالنسبة للنقطة أو، أو كنسميوها بالنسبة للتماثل المركزي الذي مركزه أو. إذن أو كتسمى مركز التماثل، نقول على أ بريم هي مماثلة النقطة أ، يعني بحال النقطة أ وبعيدة بنفس المسافة اللي بعيدة بها أ، يعني المسافة أو أ تساوي المسافة أو أ بريم. إذن أو كتسمى نقطة التماثل. هذا مثلا ناخذ مثال، نعطيك النقطة بي، نقطة بي هنا، عطاك النقطة أو هنا وقال لك ارسم لي النقطة بي بريم مماثلة النقطة بي بالنسبة للأو. اش كندير؟ كان نرسم مستقيم وكنعبر نفس المسافة، كنجيب مسطرة وكنعبر نفس المسافة ما بين أو بي من الجهة الأخرى وكنرسمها، المهم تقريبا بشكل تقريبي غادي هنا بي بريم، يعني المسافة ما بين بي أو و أو بي متساوية، يعني أو بي تساوي أو بي بريم. دونك هادي لا كيفاش نرسمو سميت المماثل نقطة بالنسبة للمركز أو، مركز التماثل. كاينة عند خاصية كتقولك أن التماثل، خاصية التماثل المركزي يحافظ على المسافة، يحافظ على المسافة بين نقطتين هي اللي شفناها دابا. يعني إلا رسمت هنا دي بي بريم بي وبغيت نرسم بي بريم اللي هي مماثلة النقطة أو، مماثلة النقطة بي بالنسبة لأو، كنلاحظ أن المسافة ما بين
بي و او 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 و بي بريم متساوية. هذه معنات الخاصية ديال التماثل المركزي يحافظ على المسافة بين النقطتين. هذا بالنسبة للنقطة. بالنسبة لكان عندنا نقاط مستقيمية، يعني عندنا مستقيم بالنسبة للمستقيم، خذ مستقيم مثلا A B C، عطاوني واحد النقطة O، قالك ارسم مستقيم، هذا مستقيم دي، قالك ارسم مستقيم دي دلتا المماثل بالنسبة لأو. كما شفنا في الأول أن المستقيم شنو هو المستقيم؟ عبارة عن نقط، يعني التماثل ديال المستقيم هو عبارة عن تماثل ديال أكثر من نقطة. شنو غنديرو؟ غنرسمو تماثل بالنسبة لأ، دونك غناخدو مستقيم كيمر من أ و أو، وكنعبرو نفس المسافة ما بين أو أ و أو أ بريم. المهم بشكل تقريبي هادي هي أبريم. كذلك بالنسبة لبي كنرسمو بهذه الطريقة ما بين بي أو، وكناخد نفس المسافة تقريبيا، يعني تقريبا أنا بي من بي بريم. نفس الطريقة كنرسم السي، كنرسم مستقيم او سي، وكناخد نفس المسافة او سي و او سي بريم، كنرسم سي بريم بحيث او سي تساوي او سي بريم، دونك كناخد نفس المسافة اللي هنا ما بين او سي ورسمها هنا في هذا الاتجاه تقريبا هنا السي بريم، وبهكذا كنكون حصلت على المستقيم المطلوب. كيمر ثلاثة النقط بشكل تقريبي، اللي هو دي بريم. دونك واش رسم المماثل ديال المستقيم بالنسبة للنقطة؟ على الأقل كرسم، إلا بغيت كرسم مماثل ديال نقطتين. دونك كناخد المستقيم اللي كيمر من أو أ، والنقطة أ بريم كتساوي داك المستقيم بحيث أو أ تساوي أو أو بريم في الاتجاه المعاكس. هذا بالنسبة للمستقيم. لاحظنا ان المستقيم دونك مماثل مستقيم هو مستقيم كذلك. نشوفوا دابا القطعة، ناخذ قطعة، ناخذ قطعة أبي، هي قطعة أبي، القطعة قلنا هي اللي محدودة بين جوج نقط، قطعنا واحد النقطة أو ولا إم ولا اللي بغينا، مثلا إم، قلنا دونك باش ترسمو مماثل القطعة اش كنديرو؟ بما ان القطعة في نقطتين دونك نرسمو المماثل ديال طرفي القطعة. دونك ناخدو نقطة أ، دونك شنو قلنا كنديرو؟ كنرسمو مستقيم المار من أ و إم، دونك مستقيم المار من أ و إم هو هذا، وكنحسبو المسطرة مسافة أ إم بنفسها، كنحسبو المسافة M مثلا أبريم، بحيث أم تساوي أم أبريم. بنفس الطريقة بالنسبة لبي كنرسم المستقيم المار من بي و أم، وكناخد نفس المسافة بي أم أم بي تقريبا بي بريم. دونك بهذا كتكون
دي القطعة. دونك مماثل القطعة بي هي قطعة بريم بي بريم، لها نفس المسافة، يعني المسافة من أ بي تساوي المسافة، يعني أ بي تساوي أ بريم بي بريم. كنا شنا خاصية أن التماثل المركزي يحافظ على المسافة. كنقولوا أن أ بي بريم متقيسة يعني بنفس المسافة. شوفوا دابا بالنسبة للزاوية، دونك ناخدو الزاوية عندي أو عندي النقطة أ، نقطة بي، وعندي النقطة أ. هنا النقطة إم، مثلا النقطة إم. دونك واش رسم مماثل لهذه الزاوية بالنسبة للنقطة إم؟ دونك الزاوية كتحدد بجوج حوايج في هذه الحالة. بالنسبة للزاوية تحدد بالرأس ديالها وبنقطتين تنتميان إلى طرفي الزاوية. دونك اش كندير؟ أول حاجة كنرسم المماثل للنقطة أو، كنرسم المستقيم اللي مار من أو إم، وكنعبر نفس المسافة ما بين أو إم و إم، نسميها أنا تقريبا هنا نسميها أو بريم. أو بريم راه تسمية، بحال قلت بي، بحال قلت سي، بحال باش التسمية كناخدوها باش كتمثلنا، باش كنقولوا أن باش كنعرفو نقرا هنا أو بريم، كنقولوا هي المماثلة ديال أو بالنسبة لإم. نرى شكل تقريبي، يعني المسافة هنا تساوي المسافة هنا. كذلك بالنسبة لأ كنرسمو تقريبا بشكل تقريبي، اسمحوا لي على الرسم، بشكل تقريبي كما المستقيم. دونك نحسب المسافة أ إم، أ بشكل تقريبي أ بريم. كذلك بالنسبة للبي، كذلك كرسموها بالنسبة للبي بشكل تقريبي. إذا كنحسبو المسافة بي إم، إم بي كتكون تقريبا هنا، هي بي بريم. إذا باش نرسم الزاوية دونك كنجمع الطرفين ديالها، دونك هنا بشكل تقريبي، دونك مماثلة الزاوية أو بي أو أ هي الزاوية بي بريم أو بريم أو بريم. ولو حسبنا ولا رسمنا هذا الشكل بطريق باستعمال المسطرة ثم رسمتو، غتلقاو أن الزاوية الخاصية أن الزاوية أ أو بي، أ أو بي تساوي الزاوية أ بريم أو بريم بي بريم. هذه خاصية. دونك مماثلة الزاوية هي زاوية تقايسها، يعني هي زاوية مماثلة ديال الزاوية هي زاوية واحدة أخرى اللي متقايسين هي وياها، يعني الزوايا بيناتهم
متساويين. ندوزو نشوفو الدائرة، دونك ناخدو دائرة رسموها بشكل تقريبي. دونك دائرة كتمتاز بشعاع او بمركز او وبشعاع ار. ناخدو واحد النقطة هنا ا، هادي تسميها الزاوية سي، وهنا عندنا النقطة ام. دونك الزاوية باش يمكن لي رسم تماثل الزاوية اللي لاحظتو معايا، دونك كتمثل المركز والشعاع، الشعاع كتمثل النقطة أ. دونك يكفي أنني نرسم المركز تماثل المركز والنقطة أ. دونك تماثل المركز، دونك ناخد المستقيم شكل المستقيم، وكناخدو بنفس المسافة بشكل تقريبي. هادشي هنايا أنا غنسميها أو بريم. كذلك بالنسبة للأ، دونك ناخد المستقيم، دونك أ بعد نفس المسافة تقريبا. هادشي نقطة أ بريم هنا. إذا باش نرسم الدائرة غنجيب البيكار نحطها في أو بريم ونرسم الدائرة. هرسمها أنا بشكل تقريبي، هرسمها بشكل تقريبي. المهم تيش على الدراس ندير بحال الخبزة. المهم أن تماثل دائرة هي دائرة لها نفس الشعاع، يعني الشعاع هذا حتى هو ار، يعني ان او ا يساوي او بريم ا، او ا او بريم ا بريم، يعني لهما نفس الشعاع. من الدائرة سي و الدائرة مثلا سي بريم. هذا بالنسبة للدائرة. دونك الأساس ديال التماثل المركزي بالنسبة للنقطة، خصنا نعرفو أن إلا رسمنا التماثل المركزي بالنسبة للنقطة يمكن نرسمو أي شكل بغينا. الإختلاف كاين في عدد النقط. مثلا بالنسبة للمستقيم يمكن لي نرسم التماثل ديالو باستعمال نقطتين، بالنسبة للقطعة باستعمال نقطة باستعمال نقطتين، بالنسبة لطرفي القطعة، بالنسبة للزاوية باستعمال الرأس ونقطتين من طرفي الزاوية، وبالنسبة للدائرة باستعمال الشعاع ونقطة من الدائرة باش يمكن التماثل. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا الدرس، ونتلاقاو في الدرس المقبل. السلام عليكم. نعم.